من خلال الحوار والتبادل فإن بلدين يسيران في طريق مواجهة إلى فتح علاقات بناءة، وإن مثل هذا التحرك ليس لصالح بلدين وامتين فحسب بل لصالح منطقة بأسلحة والعالم الإسلامي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش الجانبان خلالها العلاقات الثنائية والوضع الفلسطيني الإسرائيلي ووافقا على اتخاذ تدابير عمليه لتعزيز تطبيع العلاقات الدبلوماسيه بين ايران ومصر، كما قال الرئيس الايراني ان ايران مستعده لبذل كل ما في وسعها لمساعده الشعب الفلسطيني. يذكر ان ايران قطعت علاقاتها الدبلوماسيه مع مصر بعد اندلاع الثوره الاسلاميه في ايران عام 1979، ولم تستانف العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين على مستوى السفراء حتى الان. وكانت مكاتب تمثيليه قد انشئت للمصالح المشتركه وللتعامل مع الشؤون الخارجيه وفي الاونه الاخيره شهدت العلاقات الثنائيه تحسنا وفي نوفمبر من هذا العام عقد قاده ايران ومصر لقاء على هامش قمه عربيه اسلاميه استثنائيه مشتركه في الرياض